هنبتدي كالعادة بأهم المانشيتات الخاصة بالنادي الأهلي اللي اتنشرت على الجرايد من امبارح لحد النهاردة. مجلة الأهلي: جاهزون للوفاق وإن شاء الله هنكسب. بعثة نادي القرن في الجزائر بالقوة الضربة للقاء سطيف الثلاثاء. الأهرام: الأهلي يبدأ مرحلة الإعداد الأخيرة لمواجهة سطيف في دوري الأبطال. كارتيرون يلقن لاعبي خطة مباراة الإياب ويطمئن على كوليبالي بعد شائعات الإصابة. الأخبار: الأهلي يستجمع قواه قبل السفر لمواجهة سطيف. كل السيناريوهات مطروحة في ميركاتو الشتاء وصالح جمعة في الصورة. الجمهورية: ميركاتو الأهلي مرهون بالمشوار الإفريقي. يوسف: لا صوت يعلو على موقعات سطيف. المساء: ماكينة أهداف الأهلي تعود للعمل بقوة. الأحمر فاز على الاتصالات بسداسية نظيفة قبل مواجهة الوفاق. كارتيرون اطمأن على عاشور ووليد والسلية. الأخبار المسائي: الأهلي يلتقط الأنفاس. الصفوف تكتمل بالدوليين غدا وفحص طبي لكوليبالي. مجلة الأهلي: من فوق مدينة الهضاب، عملاق القارة السمراء يتحدى الكحلاء والبيضاء. مجلة الأهلي: كارتيرون قبل السفر للجزائر. الأهلي جاهز لموقعة الثلاثاء وودية الاتصالات حققت أهلها. مجلة الأهلي: وليد سليمان يتحدى الترتان. مجلة الأهلي: جوميز يدير المواجهة الرابعة للأهلي.